اول مرحله غنقوم بها دروك غادي نمشيو الاعدادات، كليكيو عليها. غنمشيو للتطبيقات والاشعارات، كليكيو. غادي نكليكيو على عرض كل التطبيقات، ها هي بالطرف الفوق، كليكيو. ها هما هنا تافيشاو لينا كلشي، التطبيقات سواء التطبيقات اللي كاين في السيستيم ديال التليفون او التطبيقات اللي زدنا حنايا. نختارو شي تطبيق نديرو بيه ليسي، نمشيو ل كروم، غنمشيو التخزين وذاكرة التخزين المؤقت، كليكيو. هنا عندنا الفوق مسح سعة التخزين، وكاين محو ذاكرة التخزين المؤقت. غادي نمشيو لمحو ذاكرة التخزين المؤقت، ها هي هنا عندنايا في الكاش 146 ميجا بايت. غنكليكيو على محو ذاكرة التخزين المؤقت، ها هي رجعت الصفر. نعاود نمشي تاني شي طبق اخر، نمشيو اليوتيوب، غنمشيو التخزين وذاكرة التخزين المؤقت، كليكيو. عندنا هنا مسح سعة التخزين، وعندنا محو ذاكرة التخزين المؤقت، هادو الفوق. غادي نختارو محو ذاكرة التخزين المؤقت. عندنا هنا في الكاش 293 ميجا بايت، احنا غنكليكيو على محو ذاكرة التخزين المؤقت، هاي رجع الصفر. نزيدو غير مرة أخرى إن شاء الله، باش نمشيو لشي تطبيق آخر، نمشيو لهاد فوتو ستوديو، نمشيو للتخزين وذاكرة التخزين المؤقت، غنمشيو تاني لمحو ذاكرة التخزين المؤقت، كليكيو عليها. المهم هادو هما المراحل اللي كاينين دابا، هادشي عاودناه غير باش تكون الفائدة. وراه حنا درنا نسخة فرنسية وهاد النسخة دابا ديال العربية، من هاد تكملات النسخة ديال العربية غادي تدخل في الفرنسية، لأن على حساب الناس كاين اللي مدخل الفرنسية التليفون، كاين اللي مدخل العربية، باش كلشي يستافد إن شاء الله. شكرا لكم. أول خطوة نقوم بها إن شاء الله غادي نمشيو للبارامتر، كليكيو. غادي نمشيو هنا ابليكاسيون اي نوتيفيكاسيون، كليكيو. هنا هو تافيش علينا، ها هو كتبوا الفرق افيشي لي زابليكاسيون، كليكيو عليها. هنا حنا دخلنا لي زابليكاسيون اللي عندنا، سواء اللي جاو في السيستيم في التليفون وسواء اللي ضفنا حنايا. غنكليكيو على شي جوج ولا ثلاثة باش ندير بهم ليست، كليكو مثلا على جيميل، هاهو نمشيو لإسباس دو ستوكاج إي كاش، نكليكيو. هاهو أنا عندي هدف هاد جيميل، هاد لابليكاسيون عندي فيها الكاش 26.54 ميجا وقت. غنطلعو الفوق قلنا مكتوب فيدي لو كاش و افاسي لو ستوكاج، غنمشيو كي قلنا نفس العملية فيدي لو كاش، كليكيو عليها. هاهي ولات الكاش صفر. عاود نمشيو لتطبيق اخر تاني نفس العملية كتكرر. نمشيو مثلنا لسناب تيب، ندخلو اسباس دو ستوكاج اي كاش، كليكيو. ها عندنا هنايا
فيدي لاكاس ولا يفاسي لو ستوكاز، نمشي لفيدي لاكاس قبل ما نمحيو. عندنا هنا في كاس 8.42 ميجا اوكت، نكليكيو على فيدي لاكاس هي ترجع صفر. المهم نفس العملية كتكرر، ما بغيتش نكثر باش ما نضيعش لكم وقت. نتمنى الله سبحانه وتعالى يعجبكم هذا الفيديو القصير، وكنشكركم بزاف، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.